out with the old and in with the new day, breaking all of the rules made. Now we evolving into a new age. كشفت شركة مايكروسوفت رسمياً عن إكس بوكس سيريس إكس، وهو الجيل الجديد من جهاز الألعاب الخاص بها. ويأتي إكس بوكس سيريس إكس بتصميم مختلف تماماً عن الأجيال السابقة من إكس بوكس، حيث يحمل تصميماً مستطيلاً شبيهاً بأجهزة الكمبيوتر المكتبية. وبالنسبة لمواصفات الجهاز، فيأتي بمعالج زين 2 بسرعة 3.8 جيجا هرتز مع كرت شاشة RDNA 2 ورامات 16 جيجا بايت، ويأتي بدعم التخزين الداخلي للجهاز بسعة 1 تيرا بايت. كما أضافت شركة مايكروسوفت داخل الجهاز ذاكرة SSD لدعم وحدة التحكم في الألعاب بأداء أسرع مقارنة بالجيل السابق. وتعد ذاكرة NVMe SSD المخصصة أحد التكوينات الرئيسية لدعم وحدة الألعاب بأداء سريع، هذا إلى جانب تقنيات تدعم تخفيف ضغط الأجهزة وواجهة برمجية جديدة للتطبيقات. ومن المقرر أن يتم طرح الجهاز في 10 نوفمبر 2020. كشفت شركة ايسر عن اصدارها الفاخر من جهاز الحاسب المحمول بوك ارس بورش، ويأتي الجهاز بهيكل مميز مع غطاء من الياف الكربون. كما تقدم ايسر بعض الملحقات التي تتوافق مع تصميم بورش للجهاز، من بينها فأرة ايسر ار اس المميزة بتصميم من الياف الكربون في زر النقر الايسر. ايضا يتضمن بوك ارس بورش الجيل 11 من معالجات انتل مع معالج كور i7 وكرت شاشه جيو فورس MX350 من نيفيديا ومع ذاكره 16 جيجا بايت رام. ويضم الجهاز شاشه بحجم 14 انش بجوده عرض FHD ومع اطارات فائقه النحافه ومع طبقه من زجاج كورنينج غوريلا المقاوم للميكروبات. كما يدعم الجهاز عمر شحن يصل الى 17 ساعه. أعلنت شركة فيسبوك عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يمكنه الترجمة بين 100 لغة مختلفة وسمي بـ M2M.100. وأوضحت الشركة أن نموذج تعلم الآلة مفتوح المصدر يمكنه الترجمة بين أي زوج من بين 100 لغة دون الاعتماد على بيانات باللغة الإنجليزية. وبالنسبة للغات غير المنتشرة، يستعمل فيسبوك ما يسمى بالترجمة الخلفية لصنع ترجمات صناعية، وهذه العملية تقرب فريق الذكاء الاصطناعي في فيسبوك أكثر وأكثر من هدف صنع نموذج منفرد يدعم كل اللغات واللهجات والصيغ. ويجري موقع فيسبوك بالفعل 20 مليار ترجمة كل يوم، وسيجعل ذكاء فيسبوك الاصطناعي العملية أكثر كفاءة. ومع أن نموذج الترجمة الجديد لم يتم تطبيقه بعد، فإنه سيكون مفيداً لمستخدمي فيسبوك الدوليين المحتاجين إلى ترجمات دقيقة.